سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر عن تطوير تصنيع التكنولوجيا النظيفة. أوضح التقرير أن الاستثمار المزدهر في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات أصبح محركا اقتصاديا قويا على مستوى العالم، مما يوفر فرصا صناعية وفرص عمل جديدة. تابع وزير التموين شريف فاروق موقف المخزون الاستراتيجي من الأقماح ومعدلات توريد القمح المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين شريف باسيلي. وخلال اللقاء تم التعرف على خطة الشركة القابضة في زيادة السعات التخزينية للصوامع بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام وزيادة الاحتياطي الاستراتيجية من الأقماح. أكد وزير البترول كريم بدوي أن مصر تتمتع بمقومات متميزة في مجال التعدين تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية جاذبة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين. وأشار وزير البترول إلى الدور الهام الذي تبذله الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين في مصر ومساهمتها الفعالة خاصة في توفير التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة والخبرات. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال التعاملات بعد يومين من التراجع في ظل اتجاه الأنظار نحو توقعات السياسة النقدية للولايات المتحدة وسعر الدولار. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 0.6% ليصل إلى 84.90 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 82.1 دولار للبرميل، فيما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.7% لتصل إلى 2.51 دولار لللتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.51% لتسجل 2.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين بعدما عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادية جيروم باول الرهانات على خفض سعر الفائدة في شهر سبتمبر المقبل، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، كما تقدم مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1% بنهاية جلسة التداول. في المقابل انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.1%.